فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول أنا أفعل أمورا لا تريد والدتي أن أفعلها. أفعل أمورا لا تريد والدتي أن أفعلها، علما أن فيها خير لها وتريحها، ولكنها ترفض هذه الأمور خوفا علي، يقول فما الحكم في ذلك؟ أقنعها في أنه ما عليك مشقة، وأن فيها نفعا لها، ما أظنها تمانع إذا بينت لها وأقنعتها تفاهمت معها أحسن لك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.